اخا على قلبك صب لك كاس هلا باربي تحت مصره ما ترفع الرايه البيضاء وتعترف انه في رجال ما زبط معه ايه بس هيك ناس كانوا خطرين كثير على انه العايدي يربح خطري لك صايم ما في بالعاده شو جايبك انت والله ما بعرف هيك طافش من الدنيا كلها وجعبالي يسار اليوم مرفع يعني والله تعبان شو ما منزل تحت؟ سبقني لا عبينا اقعد على الطاوله بجاي تليفون من دلال بحكي معه وبحكي يلا يلا اهلا وسهلا السيد باقي كل شوي عم يطل من الشباك ويطمن عليك عفوا عفوا حبيتها كثير هي عفوا كمان هذا محله ما شاء الله عليك تفضلي هو كثير صعب حدا يلفت له انتباهه يعني فيك تقولي مو صعب نادرا ويا ترى شو السر ليكون بيحب مرته لهالدرجه ومو مثل ما قلت لي انه في مشاكل بيناتهم هلا هن في مشاكل بيناتهم بس انه يحب مرته ما بقدر اقول لك عيب يعني هي اسرار زوجيه بس فيني اقول لك انه هو بحب اولاده كثير وهو بيحب اولاده لانهم منا ولا لانهم اولاده؟ ما بعرف بصراحه ما بعرف يعني هو صديقي وانا ما كثير بحب يعني احكي عليه بس فيني اقول لك شغله انه هو بيحب المراه اللي بتلاحقه وبتبين له انه هي قاتله حال عليه سبحان اللي خلقه انت على شو عم تلمح بالضبط؟ وليه كثير مهتم لحتى انا اكون مع حاتم؟ لا 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 انا ما عم لمي على شيء اصلا ولا بيهمني وهذا اللي ذكرتيه هو صديقي بعدين نحن ممكن نكون عم نحكي عن اي واحد موجود هون احنا ما ذكرنا اسماء صحتك